مشاهدي قناة اون في كل مكان، بنرحب بيكم من معرض ديارنا اللي بيقام للمرة الثانية على التوالي في مارينا 5 بالساحل بمدينة العلمين. معرض ديارنا اللي افتتح مؤخرا واللي بيستمر على مدار شهر حتى 25 من أغسطس، ودي رسالتنا اليومية المعتادة من داخل معرض ديارنا الخاص بالمنتجات التراثية واليدوية. هنقوم بجولة عشان نتعرف على ايه المعروضات المتواجدة هنا، ويا ترى أسعارها ايه، وعاوزين نشوف معاكم المشغولات اليدوية من الجلد وكافة الأشكال المختلفة والذوق العالي المختلف. بنرحب بيك يا فندم. السلام عليكم، مساء الخير. أحد العارضين، قول لنا إيه اللي بتعرضه بالظبط؟ أنا بعرض شنطة جلد طبيعي هاند ميد، إكسسوار نحاس، جميع شغلها هاند ميد من الجلد البقري. إحنا بنعمل الشغل بتاعنا كله عندنا، إحنا بنشتريش حاجة من بره غير الجلد بس، بنجيبه ني كمان وإحنا اللي بنطبغه. كل حاجة بتطلع من عندنا من مكاننا، ما بنشتريش بس غير زي ما قلت حضرتك الجلد والخيط اللي بنخيط بيه، حتى الشغل النحاس احنا اللي بنعمله عندنا وبنسبكه عندنا. لو بصيت الشغل بتاعنا في النحاس هتلاقيه كله عن التراث العربي، عن التراث اليوناني. حلو، حلو جدا. هنعرف بقى اسعار المنتجات من احدى الزائرات. برحب بيكي، تلف وشك. اتكلمينا عن الاسعار وايه اللي عجبك في المنتجات هنا؟ منتجات حلوه كلها واسعارها في المتناول، يعني كويسين. أوه. كويسه. إيه وحاجات اللي عجبك هنا؟ كل حاجه والله كويسه، كل حاجه جميله هنا، حلوه. وحاجات جديده وافكار جديده انت شايفه ان في رقي بالذوق، خاصه ان دي منتجات مصريه، كان ممكن الذوق يكون تحت شويه، دلوقتي بقى كويس، يعني ذوق يرضي الجميع، كل حاجه كويسه متوفره. تمام. اختيار المكان مارينا 5؟ لا جميل، عليه اقبال جامد، يعني احنا كل يوم في المعرض اصلا، كل يوم نشتري. كل يوم زمان. طيبه. أكتر من 250 عارض منقسمين على 3 مراحل، كل مرحلة 10 أيام وبيتم تغيير العارضين. منطقة أخرى وارتيشن آخر خاص بالفخار وصناعة الفخار والتراث المصري الأصيل زي ما بتنقل الكاميرا دلوقتي، يعني المعروضات الفخارية اللي بتعبر عن المصريين وعن عظمة المصريين. بنرحب بيك إحدى الزائرات. برحب بيك. أهلا وسهلا حضرتك. قولي لي إيه الأخبار، أنت بتشتري إيه الأول؟ أنا بتفرج على الفخار، حلو قوي بصراحة، جميل. احكي لي المعروضات والحاجات المعروضة هنا، ايه رأيك فيها وايه رأيك في المعرض بشكل عام؟ المعرض جميل، في كل حاجة بصراحة، احنا اتطورنا جدا، والبنات الصغيرين عاملين حاجات حلوة قوي قوي، حاجات جميلة جدا. الاسعار عاملة ايه؟ الاسعار هنا حلوة قوي، متعودة قوي، جميلة، اسعار كويسة. اسعارك طيبة. قول لنا بقى، انا سامع ان انتوا من الاسر المنتجة، يعني في ناس بتشتغل معاك، انت بتبقى بس الممثل الوحيد للقريه عندنا؟ في قريه ايه؟ قريه كوموشين بالفيوم. حلو جدا. تمام. بتعملوا ايه بقى، احكي لي. احنا مجموعه شغاله في الفخار والخزف، ومجموعه شغاله في الخوص، لاسره كامله مع بعضيها، اسره منتجه، بنشتغل فيها كرجاله، مجموعه من الستات، مجموعه من الاطفال، نعلمهم الحاجه اللي هي التراث القديم، عشان نبدا ان في جيل تاني بعدينا يشتغل الحاجة بتاعتنا القديمة، الفخار وكده. رأيك في الإقبال؟ الإقبال كويس؟ لا كويس، يعني بدأ إنه يتحسن عن الأول وكده. شكرا جزيلا. لسه مستمرين معكم في الجولة، ودي المرة الثانية على التوالي اللي بيقام في مارينا في الساحل، ومن الواضح ان الاقبال المرة دي متميز بقدر او باخر، ووفقا للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن اللي افتتحت المعرض ده، بتقول ان مش بس 250 عارض، ده وراهم حوالي 2500 اسرة منتجة، لان الحاجات والمعروضات دي، ده رسم بالرمل طبعا، دي حاجة متواجدة هنا داخل المعرض، حاجة من الحاجات الموجودة واللي عليها نسبة شراء بشكل كبير جدا. برضو هنا بعض اللوح والمعروضات الموجودة بشكل كويس جدا، واللي بتلاقي استحسان وحب من جميع المتواجدين. لو اتنقلنا الناحية التانية برضو هنلاقي بعض الأعمال اليدوية، سواء من النحاس أو سواء من الخرز أو سواء من بعض المشغولات اليدوية. بنرحب بيك. هاني كاشف. قول لنا ايه بتعرض ايه؟ احنا كل شغلنا احجار طبيعيه، براند الكاشف هاند ميد، وكل سنه في مارينا من اول ما بدا مارينا من سنتين. حلو جدا. ايه رايك في الاقبال السنه دي؟ لا احسن من السنه اللي فاتت والقبليها بكتير جدا. حلو. والدعايه ازيد بكتير، والمعرض نفسه الحجم اكبر بكتير. اختيار المكان كويس؟ طبعا طبعا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الاقبال شغال على قدم وساق، وفي تنظيم بشكل او باخر
احنا في العشر اول عشر ايام والناس ما زالت مستمره للمشاركه في المعرض ده سواء من الزائرين او سواء من العارضين. المكان هو مارينا 5 في الساحل الشمالي بمدينه العالمين، ودي كانت رسالتنا اليوميه لقناه اون، و على مدار شهر حتى 25 من أغسطس مستمرين معاكم في رسالتنا اليومية من معرض ديارنا.